فكرك معي دوم موجود طيفك معي يا حلو لا تحصمتني أفضل عندي بالنوتة كلها أقل واحد أضبطه سوي تعرف شوي سويت مساج فشعري كله زيت من المساج ادي شكله مزيت بس بروح بعد شوي ابو ظبي بروح البحر فات بوينتلس تو واش ات بجهز الحين كنت قايله لنفسي اني بطلع بمشي لابو ظبي الساعه 12 الحين الساعه 12 ونص ف بحط لنفسي نص ساعه اجهز شنطتي وانظف البيت اوكي الساعة 1:15 الحين بس in my defense في شيء كنت قاعدة استناه فترة مرة طويلة ووصل وانا كنت داري انه بيوصل فشوي مدري ما اقدر اطلع وهو ما وصل لانه مرة مهم ما بيعطل الموضوع اسبوع زيادة فكنت شوي قاعدة ماطل عشان المهم اللي وصل عينة كتاب الطبخ هاي ثالث عينة وشكله بصير فيها رابع عينة بس يعني الحمد لله كل عينة تصير أحسن بكثير من اللي قبل. I'm pretty much done packing بس مش مسكر هذي. طبعا هذا أنا ما حطيت الجزم وانتم كرامة ولسه بحط الشنطة وبحط كاميراتي. قبل كم يوم كان عندي إعلان مع Level Shoes واستخدمت كودي وطلبت لي هالشنطة مصنوعة من بلاستيك مع تدويرة. بحط الكود هنا اللي ابغى استخدمه اللي ما مو عندي بسناب شات بعدين ايش الجزم هذه حطيتها على سرير لما قلت لبستها فلا حد يقدر يقول انا ما ادخل الجزم بالبيت كله it's so pretty اوكي بحط سماعاتي in case ابغى اسوي editing وان شاء الله يعني لان بحاول انزل مره بالاسبوع كاميرا على الاقل مره بالشهر I should lower my expectations اه ما حطيت عطر ما اخذت عطر معي باخذ هذا بتعطر من الحين كده بدخلهم الاوتيل معي 4 باجز اند ماي كاري اون كله عشان ما اخذ شنطه كبيره هذه جاهزه وباخذ السامبلز اللي وصلتني معي عشان ابغى صديقاتي يساعدوني يشوفونها اروح مع اختار هذولا لان في مصنعين محتاره بينهم بروح اسقي نباتاتي واغسل مطبخ كنت شوي مكتئبة اليومين اللي راحوا ما ادري ايش جاني كذا بس يعني حرفيا ما كنت ابغى اسوي ولا شيء بس كنت اطبخ so that's good الحمد لله يعني I was making my own food and I was eating so الحمد لله that was good بس الحين I need to deal with this اوبا وامس وانا متضايقة كنت كذا اوكي I'm just gonna put this on the floor عشان ما تطلع صوت امس وانا متضايقة كنت I was journaling وقلت انه يعني لازم اثق بنفسي انه حتى لو جاني يوم او يومين ما ابغى اسوي ولا شيء ما ابغى اسوي ولا شيء عادي يعني لازم اسمح لهذه الايام تجي واني يعني صدق اصير ما اسوي شيء او اريح واثق انه بيجي بعدها ايام بيصير فيني طاقة وبيصير فيني حماس وموتيفيشن وإن بعرف أدف نفسي like أنا push myself لما أحتاج بس في أيام لازم أسمح لنفسي إني أرتاح وهذا أكثر شيء أنا يعني أعاني منه وبفترات طويلة سنوات مرة طويلة يعني من يوم أنا صغير من يوم أنا أتذكر إن كده دائما أحس إنه I have to do something I have to do this I want to do مع إنه أشياء يعني مثلاً مو شيء مهم يعني. كده دائما أفعل like إنه لازم أصير قاعد أسوي شيء ف ما ادري قاعد احاول اتعامل مع هذا الموضوع لان الحين احس وصلت مرحله ك
كذا ما ابغى اسوي ولا شيء وما لي خلق اسوي ولا شيء وما فيني حيل I put effort واسوي شيء يعني with 100% effort يعني مجهود كامل مو بني اسلك فهذا اللي قاعد احاول like that's what I'm trying to navigate basically فاحس ان الحين انا rebellion انا rebellion state يعني احس اني بفترة تمرد بس ابغى انبسط بس ابغى استانس بس ابغى اطلع او انسدح ما اسوي شيء بالبيت واتسدحني لان في سنوات طويله كنت حتى يعني احرم نفسي من اني اشوف نتفليكس يعني عندي حساب بس ما كنت استخدمه يعني كنت ممكن مره بالشهر اشوف دوكيومنتري والدنيا احلى من كذا يعني اكيد ما زيك اي بدات اشوف جيم اوف ثرونز فكذا يعني قاعد اقول ان في مسلسلات مره حلوه ليش حرمت نفسي من كل هذا و إذا روحي قاعد تفرج مسلسلات باعتدال يعني أنا I learned so much from series وحتى الواحد مو قاعد يتعلم شيء مو لازم كل شيء يصير له فائدة يعني الاستمتاع جزء مرة مهم من الحياة This is actually satisfying وصلت واخيرا كنت ناسيه الاي دي حقي الاماراتي فبغيت اتصل كذا مخي وزك يا رب ما تخليني اقعد يعني تخيلوا ارجع اسوق دبي اروح اخذ اي دي حقي وارجع كنت بنهار وجوعانه وخلاص يعني تعرفون لما تسوقون خاص من بس تبغون توصلون ايش فيني انا اصور كذا شكل راسي بيضه دقيقه I feel like I made it worse I definitely made it worse فتخيلوا ما كانت يعني قالت لي لأن بس معي رخصتي السعودية قالت لي ما ينفع رخصة وأبو ظبي شديدين شوي من هالناحية فبس الحمد لله قد سكنت بهذا الأوتيل من قبل فالاي دي حقي وكذا بالسيستم فيكفيني أعطيها صورة الحمد لله يا رب بحر أبو ظبي غير مرة حلوة البنات بيجون بكرة الصباح مرة يعني الساعة 7-8 كذا فعشان كذا احجزوا يوم من قبل اوكي فتدخلوا من الباب هنا very on brand I love that بعدين ترى بس قاعد استني يجيبون اغراضي عشان على طول انزل المسبح والبحر سرير بلكونه ثانيه بس اسمي دائما اللي بس كنت بأوتيل اقول بسوي باث بسوي لي كذا جو بعدين I don't حبيت I like brass بس الأستراليين they overdid it فشو بدأت أكرهها مرة فيني طاقة جعت شوي قبل ما أنام فطلبت لي ورق عنب وشربة عدس طبيعي كيف الروب وش ذا حق عمالقة قسم بالله يعني مو بلي oh my god look at me I'm tiny لا بس سيريسي ما قد يعني سكنت بأوتيل ما قد بحياتي مو بس بأوتيل شفت روب يعني هالكبر وبس والله باكل واتفرج Game of Thrones ما أعرف إذا تشوفون السمك شوفوا دقيقة يا رب يبان مرة هذا كله سمك البحر اليوم يجنن الموج خفيف فقعدت أسبح يمكن كذا ثلث ساعة أوه ماي جاد شوف السمك
دقيقة. شوف البحر، واو الموية يعني مو بس صافية. اليوم مرة ضباب، مرة ضباب قصدي مرة رطوبة حتى البحر اليوم، أحس خلاص يعني بشرتي ما تتحمل. بروح أخلص لي كمان شغلة، بصور كمان شيء و يا ما أدري إيش فيني، مرة بدي يصير الفلوج كذا مرة بوزيتيف وذا، يعني مع إنه I'm having the best time، يعني الريزورت مرة حلو، البحر، الجو، كل شيء يعني، بس النفسية بس صار أشياء يعني مو بدون ما يصير شيء، بس الحمد لله على الأقل كل شيء قاعد يصير مرة واحدة، صح إنه أنا هنا يعني، بس معليش ولا إنه يكون عندي ضغط شغل، عرفتوا؟ على العموم الحمد لله على كل حال، وراح أصور قبل ما تروح الشمس. يا صباح الخير، أول ما أقوم أحاول أفتح الشبابيك بس عشان البيت يتهوى وقبل ما يحتر الجو، بس ما شاء الله على طول هذه دخلت، بس قررت أبدأ يومي شوية يوغا. I wanna stretch my legs and my back. الحمد لله خلاص صورت كل شيء، صورت كذا اكسترا، صار لي كم بكمل 3 ساعات في المحل، بس خلاص الحمد لله خلصت. بس الحين بيجيبون لي الشيتس، قعدنا هذا اكثر شيء طول، قعدنا نختار ونرتب الالوان وايش بيلبق مع بعض، الحمد لله بالاخير يعني رتبنا كل الالوان كذا مع شام وثرو ومخداي كذا، فبصير أنام أحلى نومة، مرة متحمسة، مفارشهم مو بس ناعمة، فكثير وكلها يعني responsibly made وفي عندهم قطن عضوي وكذا، فهي مرة متحمسة. يمكن أخذ لي لمبة للغرفة، ما أدري بتشوف زيادة، مرة أشياءهم جديدة حلوة. أكثر شيء ما أستخسر فيه هو الأثاث وأشياء البيت، آخ عشق. سويت لي كذا spontaneous dinner، بتصور لكم على السريع، مرة يعني random leftovers وشيء كذا بس عندي بالمطبخ، بطاطس وحمص حب وكيدني بينز، بعدين حطيت كزبرة، أفوكادو، وقاعد أصور قدام ونتشوشني استخدمي الغذائية، ومدري كذا حسيت إن الوجبة مرة wholesome، أحب أطبخ. اهلا، من زمان ما I took myself out، فبروح اتعشى مع نفسي بعدين بروح كذا مكان مرة احبه، قد صورته قبل على الخفيف، احب اروح كذا يعني دائما ودي اروح اتكي فيه واقرا واشتغل كذا على رواق، فبعد ما اتعشى بروح هناك ان شاء الله. وبس بس these are my summer accessories، بعدين خواتم، مرة أحب الصيف وأحب ستايل الصيف، وأحب لما أشغل النور شوي، أحب لما أسمر كذا I feel more like myself، يعني شعر طويل ومسمرة that's when I really feel like myself. المهم مصدعة من كثر ما أنا جوعانة. طلع من عندي باتري بارن وسيري طلع يجنن، فبركني بعد شوي وشريت من عندهم لمبة جديدة يعني شفتها بالمحل عشقتها، ما ادري صورتها هذاك اليوم ولا لا، بوريكمها الحين. بس الحين انا من اول انا ملاحظة ان الاكسسوارز والتحف اللي عندي مرة قاعدة تزيد، لان انا عندي مشكلة اعشق شيء اسمه هوم ديكور، اي شيء كذا اثاث بيت مرة يعني عشقي،
فالاشياء اللي عندي مره كاثره وقاعد يوترني الموضوع وما ادري صاير يعني مو مره حلو الشكل. ف قلت الحين فرصه ما دام انه يعني توهم طالعين من عندي I'm inspired وهم في غيرنا ترتيب بعض الاغراض فبقعد الحين اغير. الله حلوه قاعده بلكونتهم نايس. مره ودي اتعرف على جيراني بس عشان اشوف كيف اثاثوا شقيقهم لان نفس اللاي اوت بيكون حق شقتي بس يكون شوي غير. انا ترى شفت ثلاث ارباع الشقق اللي بهذه العماره اول ما سكنت لان كان كثير منهم فاضيين. فمرة ودي اتعرف عليهم بس عشان اشوف كيف يعني they decorated their house. بس اني انطوائية شوي. المهم بخل صح شوف السرير it's so pretty. وهذه اللمبة هذا كتاب توني شريته بقعد اغير واحوس وبوريكم كيف كل شيء يطلع بالفيديو الجاي ان شاء الله. وبس مره شكرا مره مره شكرا والله يعني مره اقدر for watching this video ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي بعده. اكتبوا لي بالتعليقات بسوي apartment update وقولوا لي ايش بعد تبون نتكلم عنه او اصوره. منتشر بالصحراء باحب البيت.